Dewan Hakim yang kami hormati, Qori yang memiliki nomor peserta TQ234 akan membacakan surah Hud dimulai dari ayat 61 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
Sadaqallahul Azim.